ولا وجه لها إطلاقا، حتى إن في نفسي شيئا من المصافحة عند تعزية، لأن الإنسان قد يكون جنبك ما راح تلاقيه، أما لو لاقيت أخاك المؤمن صافحه. نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان من الجن أو من الشياطين أو من الإنس أو من الشجر أو من الحجر أو من الأحياء أو من الأموات. فكلمة لا إله تنفي وتبطل كل ما عبد من دون الله، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. ويؤمن بالله، هذا هو معنى الإثبات، هو معنى العقيدة وأثرها في الأمة الإسلامية. فأقول لا بد أولا أن نعرف ما هي العقيدة. العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، المدبر لجميع الأمور، الذي بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم.